مولاي، أنا حققت مع فيروزة مثل ما حضرتكم أمرتوني، بس ما قبلت تحكي شيء. قال ما رح تحكي إلا لحضرتك. وين هلا؟ كانت بالسجن، بس جبتها لهون وهلا واقفة برا. في عندها شيء بدها تقوله لحضرتك. انت استنى برا يا ابراهيم. انتوا فتشتوها منيح مو هيك؟ فتشناها باشا. مولاي، قالوا لي مو راضي تحكي غير لإلي. تفضلي احكي، عم بسمعك. اسمي يلي بتعرفه هو الحقيقي. أنا فيروزة بكم. أنا أميرة تابعة للسلالة والدولة الصفوية. الشاه طهماس بيكون عمي، واسم أبي هو إبراهيم. وبهيك حالي أنا مستحيل كون جاسوسة، لأنه طبعاً ما في ولا سلطان بيعرض وحدة من السلالة لهيك وضع خطير. لكان انت شو اللي جابك لهون؟ مثل ما قلت لحضرتك، اللي جابني هو القدر يا مولاي. وعلاقة عمي مع أبي إبراهيم بيك مو منيحة أبدا. كان دايما يحس إنه أبي عم بيهدد العرش تبعه. وبليلة من الليالي بقرر أبي إنه نهرب. والدتي وإخواتي وأغلب أفراد عائلتنا هربنا من القصر. طهماس كان عم بيلاحقنا. مشينا لوقت طويل، وبعدين ركبنا كلنا بقارب، بس رجال طهماس لحقونا وغرقونا القارب. الكل ماتوا إلا أنا. الريس خطر شافني وأنقذني من الغرق بالبحر. إبراهيم. سلطانة، شو اللي جابك بهالليل؟ مستحيل تكون فيروزة عم تضحك علينا كل هالوقت، مو هيك؟ مستحيل تكون هالقصة مزبوطة. مع الأسف الموضوع صحيح. الشي اللي قالته هيام وعم تحكيه عن فيروزة هو الحقيقة. هالشي مو معقول. المرة صار لسنين بالحرم لك، قضت ليالي مع جلالة السلطان. لو كانت جاسوسة ما كان انفضح أمرها. ما بعرف شو هو هدفها بالضبط. يمكن ما تجرأت تأذي السلطان، أو يمكن مهمتها مو أكتر من نقل المعلومات. أنا السبب يا إبراهيم، أنا اللي فوتت على جناح. ما كنتي بتعرفي. بعدين يمكن تراجعت عن هدفها بعد ما حبته لجلالة السلطان. بس بكل الأحوال بده يطير راسه، وأنا رح طيره بإيدي. ما كان في عندي أي حل تاني.
مولاي لو قلت لهم اني من السلالة اكيد كانوا رح يسلموني للشاه طهماز، وبيجوز كانوا استخدموني رهينة، ولهيك قلت لهم انه انا مسيحية وخبيت الحقيقة عن الريس. وبعدين اضطريت انه اسكت لاني عشقتك يا مولاي، وما كان بدي اني اخسرك. انا بعرف القانون هون، وهو بيقول ممنوع لمرأة مسلمة تدخل على الحرم لك كجارية، لازم بالاول ينكتب الكتاب. ولاني مرأة مسلمة وغير هيك تابعة على سلالة عدوة إلكن، مستحيل كنتوا تصدقوني. بس انت كذبتي علي يا فيروزة، كل كلام الحب والعشق وقصائد الشعر كله طلع نفاق بنفاق، وهلا متوقع مني اني صدق الكلام اللي عم تقولي؟ يشهد ربي اللي خلق هالارض، كل اللي حكيته هلا قدامك هو الحقيقه يا سليمان. لو كان قلبي مانو مليان بكل هذا العشق كنت وقفت قدام حضرتك واعترفت. مستحيل طبعا، بس أنا خفت يا مولاي، خفت أخسرك وروح من هون. حضرتك يا مولاي سألتني مين أنا؟ أنا وحدة وقعت بعشق سلطان الأرض، عاجزة ومو قادرة تبعد عنه، بما أنه القدر هو اللي جابني لعندك فأنا رضيانة بقدري، ما سبق واعترضت عليه حتى لما أخذ كل الناس اللي بحبهم، بس بعدين كافأني لأنه بعتني لعندك. القدر عوضني، كافأني على صبري بحبك يا مولاي. لهيك أنا أبداً ما بقدر هلأ أني أتمرد على قدري ونصيبي اللي جابني لأعيش بين إيديك الرحيمة. والله يا مولاي شو ما كان حكم حضرتك أنا أبلغته. إذا بدك خد روحي كمان، روحي فدا حضرتك. يا حراس مولاي السلطان أمرنا نحطها بالحبس. خسارة يا فيروزة، أنا وثقت فيك، ليش عملتي هيك؟ هو يوم طلع معها سللتي لبيناتنا مثل الحية. سلطان خلصي، يلا خدوها لهالجاسوسة.
تفضل. سلطانة تعالي فاطمة. سليمان حفيدي الحلو، كيف صحته؟ صحته منيحة كتير، وما شاء الله شهيته كتير ممتازة، بس بالليل عم بيعذبني شوي. مصطفى كمان كان هيك، كان عنيد كتير، وللأسف لساته لهلأ عنيد وبعذب. سلطانة شو اللي صاير؟ هو لسه معند، أنا ما بده يتركها، حتى عطي التعليمات لجنان مشان كتب كتابه. يكتب كتابه؟ أنت بتعرفي قديش هو ضميره صاحي، وأكيد قلبه مو مطاوعه أنه يخليها تروح من القصر. الزواج منه ما رح يكون خير. أنت رح تسمحي له أنه يساوي هالشي؟ هي رغبة سمو والأمير، وأنا ما بقدر ساوي شي. صاير ما عم يسمع كلامي بنوب، نحن ما عاد فينا نعمل أي شي. عفواً سمو الأمير، بس حضرتك بتعرف رأي مولاي جلالة السلطان بخصوص هذا الموضوع، لهيك بتمنى إنه حضرتك تحاول تعيد النظر بقرارك. أنا بعدين ببعت له مكتوب لمولاي السلطان وبشرح له كل شيء. سامحني، بس هالشي ما إله شرح بنوب يا جناب الأمير. أنا لو كنت بعرف إنه الأمور رح توصل لهون كنت اتدخلت من البداية. لا تتزوجها، لا تستنوا مني ساوي هالشي، هذا مستحيل. نحن فينا نجهز للبنت بيت خاص تعيش فيه، ومنأمل لها كل احتياجاتها، وحضرتك فيك تزورها بأي وقت بتلاقيه مناسب. هالموضوع أنت لا تاكل همه، أنا رح ساوي اللي بشوفه مناسب. خبرني شو صار بعباس، ليش لهلأ ما لقيتوه؟ شوفي نقشة هالوردة شو حلوة، طلعيها شفتيها كثير حلوة. شوفيها كيف؟ لا سهلة كثير، مبسوطة وعم تضحك كمان. والله معها حق إنها تكون مبسوطة كثير، أمير هالدولة بده يكتب كتابه عليها. ليش خبيتي هالموضوع عني؟ شو رح تستفادي؟ الأمير أخذ قراره ومشي الحال. شو فيني ساوي هلأ جنان؟ لو كنت أنا بهالوضع كنت مستعدة إنه موتها. مزبوط، بس أنا هلأ في عندي ولد لازم فكر فيه قبل أي شي تاني، ما فيني أعرض حالي وأعرض ابني للخطر. الحق معك، بس البنت اللي بينكتب كتابها اليوم بكرة رح تجيب له ولد كمان، وقتها شو رح تعملي؟
إذا من هلأ سمو الأمير لعبة بين إيديها، مو صعبة تتخلص منك ومن الأمير بعدين. هذا قدام شغل السجاد ولا شيء. سلطانة تعالي يا جنان. شو صار؟ اجت فاطمة لعندك؟ ايه اجت، وكانت كتير متضايقة. لو تشوفي كيف حالتها كانت رح تطق من القهر، واكيد رح تساوي اللي منقلها عليه. حلو، اوعي تنسي الشي اللي قلته. لو شو ما صار فاطمة رح تتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة. مصطفى ما لازم يشك للحظة واحدة اني لعاملتها. لا تاكلي هم سلطانة، كل شي رح يصير مثل ما امرتي. وصلت فيك الجرأة لأنك تحاول تقتلني أنا يا عباس؟ أنا ما بسمح لحدا بهالعالم إنه يهيني، مو بس لو كنت أمير، حتى لو كنت سلطان ما بسمح لك تمس كرامتي. لك أنت مين مفكر حالك يا واطي؟ فكرت حالك رح تهرب من سيفي؟ من ورا عملتك أخي كان رح يموت. أتأكد إنه ما رح تعيشوا للأبد، رح يجي يوم وتموتوا فيك. رجعوا حطوا فيروزة بالحبس، هنن شو عم بيستنوا؟ أنا ماني فهمانة. إبراهيم باشا عم يحقق بموضوع سلطانة، والحكم ما رح ينفذوه بدون ما يجمعوا معلومات. ماشي. السلطانة خديجة هي اللي حاكية مع السلطان مشان مشكلة فريال، وبالنسبة لقصة تعيينك أنت مجبور إنك تروح لأنه ما فينا نعمل شيء. مثل ما بتشوفي يا سلطانة. رستم آغا، ما رح تروح للأبد، بكرة برجعك ورح تكون أقوى من قبل. قدي عندك وقت؟ الباشا أعطاني شهر. حلو، بالأول خلينا نتخلص من فيروزة، بيرجع بيجي دور إبراهيم. مولاي صباح الخير. صباح النور يا إبراهيم، تعال خبرني شو عرفت. أنا التقيت مع كم شخص بيعرفوا طهماز وأفراد عيلته عن قريب يا جلالة السلطان. المرأة عم تحكي صح، واسم السلطانة فيروزة بكوم، وأبوها هو الشيخ إبراهيم وبيكون عمه لطهماز. كان مستلم مسؤوليات كتير مهمة بالدولة، وهو كان قريب كتير من سام ميرزا أخوه لطهماز. قال كان ناوي يسلموا العرش، بعد ما انكشف الموضوع صار في خلاف، والشيخ إبراهيم اضطر إنه يهرب هو وكل أفراد عيلته، بس بالنهاية لحقوهن وغرقولن سفينتهم بالبحر، وظنوا فيروزة ماتت معهن. بهالحالة فيروزة ما لها جاسوسة، صح؟ صح، وأكيد هي ما خبرتنا لأنه خافت إنه نسلمها، لأنه رح يقتلوها. شو بتحب تساوي يا مولاي؟ يلا قومي معي، رح نروح. انتو هلأ بتكون تقتلوني؟
سلطانة، من شوي اجيت لشوف جيهان جير بس ما كنتي موجودة. تمشيت بالحديقة شوي، شو صاير؟ قالوا لي عن فيروزة. ما عم صدق اللي صاوته. طلعت وحدة ما نسهل بنوب وحية. من هون ورايح لا تذكري اسمها أبدا. ماشي مريم. خدوها مولاتي السلطانة. خير، شو عم يصير عفيفة خانم؟ هي شو رجع على الحرم لك؟ ليش طلعتوها؟ مولاي السلطان هيك أمر، طلب منا أنه نطلع فيروزة خانم من الحبس وناخدها على مهجع المفضلات. ادخل. مولاي، اجت السلطانة هيام. دخلها. سليمان، احكي هيام، بس يا ريت بسرعة لأنه عندي شغل كتير. شو اللي عم بيصير هون؟ أنت شلون بترجع فيروزة على مهجع المفضلات يا سليمان؟ أنا شفت إنه هيك مناسب. نحن تأكدنا إنه فيروزة منا جاسوسة. كيف؟ رح تضل هون بالحرم لك؟ يعني وكأنه ما صار شيء؟ لسه ما أخذت قرار مشان مصيرها. سليمان، فيروزة مسلمة، يعني ما بيصير تضل بالحرم لك أبدا. شو رح تعمل؟ بدك تكتب كتابك عليها مشان تضل قدامك هون؟ بس أخذ قراري رح تعرفي مثل كل الموجودين هون. هالقرار مو بس بخص مصيرة سليمان، قرارك هاد رح يغير حياتي كمان. بترجاك يا سليمان لا تخليني أعيش بهالعذاب. فاطمة، أنتي جاهزة؟ اليوم لازم تنهي الموضوع. وبلكي مسكوني جنان؟ وقتها شو راح يصير فيني؟ أكيد الأمير راح يموتني. بعدين شو راح تقول السلطانة عني؟ ما تاكلي هم شي، جلنار راح تساعدك. رح نحل المشكلة من دون ما حدا يحس بأي شيء. هيلينا رح تجي لعندك ومنقول اجت مشان تقتله للأمير سليمان. يعني انتي رح تدافعي عن حياتك وحياة ابنك الأمير سليمان، وأنا رح أشهد معك. بعدين لا تهتمي، السلطانة ناهد دوران رح تكون مبسوطة كتير منك لأنه ما بدها الأمير يتزوجها. والله محتارة. مثل ما بدك، بس ما عاد تطلبي مساعدة بنوب.
يلا جولا نار. استني، أنا موافق. مين انتي وشو بدك مني؟ بعتتني لهون السلطانة ناهي الدوران، قال بدها تشوفك بهالوقت المتأخر؟ ليش بدها تشوفك؟ ما قالت لي شو بدها منك، يلا بسرعة. السلطانة رح تشوفك هون. بس هذا مانو جناح السلطانة، نحن ليش هون؟ السلطانة طلبت مني جيبك لهون وبس. يلا فوتي لجوا. وقفي عندك. اتركيني. انتي ساعدوني يا علاء، ساعدوني. اخلصي تركيني. لا تحاولي تخافي ابدا لانه ما حدا رح يسمعك ولا رح ينقذك. سلطانة، هي حاولت تقتل مفضلة الأمير مصطفى. يلا اعترفي. مزبوط هالحكي؟ فاطمة؟ لا يا سلطانة، هلينا فاتت على غرفتي وكانت رح تقتله لابني لو ما فقت. أنا كنت عم دافع عن ابني لما فاتت هاي، وهلأ ابني لحاله هنيك. جنان، بعدت الجواري لعنده يا سلطانة، أنت كوني مطمنة. هلينا حاولت تقتل الأمير؟ لا مو مزبوط يا سلطانة، أنا شفتهم اجوا أخدوها من تختها. ماشي ديانا، أنت روحي أنا رح حل المشكلة. مثل ما بدك سلطانة، فيك تطلعي ديانا، بس أوعك إنه حدا يسمع بهالحادثة. عم تفهمي؟ تحت أمرك سلطانة. سلطانة، أنا ما إلي ذنب بهالموضوع، هي اللي فاتت على غرفتي والله. بس اسكتي، لا تحاولي تكذبي. يلا روحي على أوضتك واهتمي بابنك وأمورك.
إذا بعرف إنه قلتي لحدا عن هالموضوع لا تلومي إلا حالك. سامحيني سلطانة، ديانا فجأة طلعت بوشنا وخربت كل شيء. والله يا سلطانة لو بتقلعيها أحسن. مري بهالشي. شوفي هالبنت ساوت واجبها، ويا ريت لو أنت قدرتي تساوي واجبك. سلطانة، شو يا سنبل؟ شو صار؟ السلطان أخذ قراره ولا لا؟ سلطانة، فيروزة خانم طلعت قبل شوي على غرفة جلالة السلطان، واللي فهمته من عفيفة خانم يا سلطانة إنه السلطان أمرهم تجي لعنده، فأنا بتوقع إنه مولاي السلطاني بلغ بقراره. يعني سلطانة، واضح إنه المرة ما طلعت جاسوسة، وبهيك حالة لازم ينكتب كتابة لحتى تضل بالحاملك. بلكي السلطان قرر إنه يكتب كتابه عليها وقت نحنا، شو رح نعمل؟ سلطانة، نازلي طلعي انتي وخلي جيهانجير هون. مولاي، تعالي يا فيروزة قربي لعندي. خليتهم يسألوا عن كل شيء قلتي لي اياه من قبل وطلع مزبوط، واقتنعت إنه أنا مالي جاسوسة وإنه كل شيء قلت لك إياه صحيح، ولهيك ضميري مرتاح وأنا مو متردد أبداً بخصوص القرار اللي بدي أخده. سليمان، القرار اللي رح تاخده شو ما كان رح يكون هو قدري. إذا بتقلي ضلي هون بالقصر رح ضل جاريتك، وإذا قلت روحي رح روح، وإذا بتقلي موتي رح موت.
مولاتي السلطانة. نازلي سلطانة، أنا جاي هلأ من عند السلطان. جلالته توصل لقرار نهائي بخصوص موضوع فيروزة خانم، وإجيت لحتى أخبر حضرتك. قولي. مولاي قرر أنه يبعدها نهائياً عن الحرم لك. يعني هو رح يسلمها لقصر العجب مو هيك؟ لا يا سلطانة،